السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معادنا مع Grade 5 لحبايبي بتوع السفارة. هنراجع مع بعض على Time for English Unit 5 and 6. أنا بحاول إن أنا أجمع لكم الترم الأول مع بعدها الترم التاني علشان تقدروا تراجعوا الفيديوهات تكون قريبة عليكم إن شاء الله. Let's start. Unit 5. أول حاجة هنبدأ بالكلمات Fried Rice, Apple Juice, Beans, Butter, Candy, Green Salad, Barbecue with Chicken, Iced Tea, Biscuits, Popcorn, Eggs, Lemonade, Kebab, Spaghetti, Orange Juice, French Fries, Beef Burger, Pepper, Festival, Delicious, Mail and Letter, Over There, Try Some, Come On, Here You Go, Just a little, all right, I told you so. Thank you very much and you are welcome. بعد كده طبعا كلمات الفونكس الساوند بتاع ال ER R Blaster Dinner Mother Swimmer Brother Bigger Ruler Computer Eraser Cucumber Patter Lobster Tiger Sister Father paper, marker, finger, paper, and water. paper الأولانية كانت ورق أما paper التانية كانت فلفل. okay. try, try it. want, wanted. eat, at. tell, told. go, went. drink, drank. buy, bought. sava. تاني اوكي نيجي بعد كده للجزء اللي بعده وهو جزء خاص بالجرامر هيكلمني عن الجرامر باستخدام going to زي ما بدأنا المرة اللي فاتت واتكلمنا عن going to هنكمل كلامنا النهاردة كمان اوكي Let's start. احنا قلنا المرة اللي فاتت اني بستخدم going to going to عشان استخدمها للتعبير عن الفيوتشر وقلنا اني مش بستخدمها كده وخلاص لا ده انا بستخدمها علشان كمان تعبر لي عن ايه عن المستقبل ومش بس المستقبل العادي لا ده لازم يكون فيه خطط اوكي okay. اوكي النهارده بقى هنتكلم عن الكويستشن مع الجوينج تو الكلمه الاولى طبعا هبدا بالكويستشن وورد اداه الاستفهام بعدها ام او از او ار بعدين السبجكت الفاعل وبعدها جوينج تو وكمان الفيرب في الانفينيتيف تمام As example, what? What are you going to do in the future? يا ترى مخططة تعمل إيه في الفيوتشر؟ I am طبعاً الـ are you تحول إلى I am. I am going to play tennis هروح ألعب تنس صعبة ممتاز يبقى خدت بالي من حاجة مهمة جدا وهي ان ال are you في السؤال تحول الى I am او we are وفي الغالب طبعا بتكون I am ده الجزء الخاص بيونت 5 في الجرامر يلا بينا نشوف كمان او ندخل على جوين على يونت 6 طبعا ان شاء الله باذن الله بعد كده هنتكلم عن ايه يعني
تابعي دايما ان شاء الله على اليوتيوب، هتلاقيني منزله ان شاء الله ليالي امتحان واسئله مهمه جدا 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 جدا، هناخدها مع بعض او هنحل الاسئله سؤال سؤال. تمام، نشوف بعد كده يونت 6. يونت 6 اسمها during زهير او اثناء العام. هقول the most important vocabulary، اهم الكلمات: spring، summer، winter، fall، plant flowers، build a sand castle، play in leaves، the leaves، pick apples، go to beach، go sky، year، subject، math، fun، animal، crayon، lizard، color، library، music room، art class، sport. During، favorite، put away، sweep the floor، across from. بعد كده عندي 3 sounds: sound ال E وال L، sound ال E وال W، sound ال O ال E وال U. AL هي talk، fall، wall، call، chop، walk. اوكي، والساوند بتاع ال E وال W و زي crawl، draw، low، bow، jaw، chop. وساوند ال E وال U أو laundry، scissor. Like، like، pick، picked، plant، planted، sweep، swept، put، put، build، built. بعد كده هنتكلم عن future simple مرة كمان، ولكن دلوقتي باستخدام will. will كمان معناها سوف، سواء جت كده أو جت كده مختصر. وعندي كمان want. want معناها باللغة العربية لن، دل على النيجاتيف. الجملة بتاعتي تبدأ بالسبجكت، بعدها will كده أو كده أو كده، will will want، وبعدها الverb في ال infinitive. As example: tomorrow، I will buy a new car. بكرة هروح اشتري عربية جديدة. اوكي، طب لو want يا teacher: I want travel to Alex. انا مش هنسافر الى Alexandria. صعبة كده؟ صعبة؟ تعالي بقى نشوف ال question. لو كان question with well، it will start with well، subject بقى infinitive. As example: will you help your mother؟ The answer will be yes I will or no I won't. تمام؟ طيب لو ال question بدأ بال WH question word، يبقى ال WH بعدها will، بعدها subject، بعدها ال verb في ال infinitive. As example: what will you do tomorrow؟ هتعمل ايه بكرة؟ هتقولي مثلا I will go shopping. يبقى انا كده بتكلم عن حاجة لسه هعملها فين؟ لسه هعملها في ال future او في المستقبل. صعبة؟ طبعا طبعا من اشهر الكلمات tomorrow، بكرة، next التالي، in the future في المستقبل. اوكي، صعبة؟ وبكده
كده نقدر نقول مبروك عليكم يونت 5 اند 6، اخر يونتين في الترم الاول. ان شاء الله يا رب تكونوا فهمتوهم، ان شاء الله يا رب تكون المعلومه وصلت مظبوط. تمام، ركزوا معايا من الجايين عشان في ليالي امتحانات وفي اسئله مهمه جدا واسئله متوقعه وكمان اسئله كتير على البيكتشر او الصوره. Thank you very much. Goodbye.